الآن إذا ما عندك كهرباء وليس هناك شغل ولا زراعة ولا صناعة، خليه يتركون الناس الخليج يسعون لهم منظومة كهربائية. لا يأتون بناس ليس لديهم حس وطني أو رؤية في مجال عمل، لا يأتون بناس على خلفيات حزبية. أنا في وزارتي أعين فقط على الكفاءة، الكفوء يبقى وغير كفوء يطلع مهما كان مدعوم من جهة أو جهتين، إذا ما كفوا يطلع. وأكيد وأكيد سوف يتم إعادة هيكلة الوزارة، وأني ما أخفيك صراحة أبلغ من طلال عامين أقول كلكم أمام محاسبة إذا لم تعطوا أو لم تنفذوا الأوامر أو تعملوا بشكل صحيح. ولكن في هذا الصيف معظم طلال عامين مالتي ينامون ويباتون في المحطات، تفجير أفراج أبراج العفو، مدراء العامي هم يعني المواقع، إذا ممكن تشوفين هذه الصور نفسهم في المواقع ليل ونهار في أصعب مكانات المدير العام هو نفسه يشرف العمل. هذا جهد وطني كبير في مخاطر، يعني إحنا وصلنا لمناطق معينة الجيش كان يقول هاي المناطق خطرة، أنا ممكن أوصل لمناطق الموجوع الحماية اللي يقولون هذا خطرة، شلون واصل لهذه المناطق؟ نعمل حتى نساعد الناس، يتركونا خلينا نعمل شيء ولا يدخلون في عملنا، خليه يتركون وزارة الكهرباء لأهلها وإحنا نتعهد إن ممكن نعمل شيء. إحنا أنا ما عندي عصا صحي ولا سوبرمان، بس أنا عندي يقين ممكن عمل كثير في مجال الطاقة الكهربائية وتجهيز المواطنين.